أكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج نوفي استنادا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في مصر. وخلال الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول آفاق الاستثمار الخاص في برنامج نوفي لاستعراض نموذج المنصات الوطنية في مصر، أكدت رانيا المشاط أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها في مصر بداية من العام الحالي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة للطاقة المتجددة على رأسها مجمع بن بان للطاقة الشمسية. هذا وأشارت المشاط إلى أن مصر تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 من خلال التوسع في تدشين مشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 26142 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 وذلك بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 5665 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 8160 نقطة. أعلنت شركة سيمنز الألمانية انخفاض أرباح الربع الثاني من العام الجاري في أعمال الصناعة الرقمية بعد أن عانت من تباطؤ في قطاعها الرئيسي للتشغيل الآلي للمصانع. وأوضحت الشركة المصنعة للقطارات وأنظمة التشغيل الصناعي أن الأرباح الصناعية انخفضت 2% إلى 2.51 مليار يورو في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، كما تراجعت المبيعات 1% إلى 19.16 مليار يورو. وذكرت الشركة أن الصناعات الرقمية هي قطاع أنظمة برمجيات المصانع والتشغيل الآلي بالشركة عانت من انخفاض الطلبيات والمبيعات والأرباح خلال هذه الفترة.